في خطوة تهدف إلى رسم مسار المستقبل للعديد من الأطفال، نظمت مؤسسة رقمنا للتنمية والتطوير التقني في مدينة عدن برنامجاً تدريبياً لعشرين طفلاً. البرنامج التدريبي الذي أطلق عليه اسم المبرمج الصغير يسعى القائمون عليه إلى تعليم الأطفال أساسيات المنطق والتفكير البرمجي من خلال كتابة بعض الأوامر البرمجية باستخدام لغات جوجل. هذا برنامج نحن بدأناه توجهنا للطلاب الابدائيه بشكل اساسي، بحيث ان احنا نفتح امامهم رؤى مستقبليه بهذا الاتجاه التقني ومجال البرمجه، وخصوصا ان العالم الان بدا بتدريس البرمجه كمناهج بالمناهج الاساسيه للطلاب الابدائيه والثانويه. ياتي هذا البرنامج لاكساب الاطفال مهارات برمجيه تساعدهم على التحكم بالروبوتات والتفاعل معها، حيث تسعى المؤسسة إلى إقامة ذات البرامج في العديد من محافظات الجمهورية في إطار المساهمة في تطوير البيئة التعليمية. طبعاً البرنامج هو عبارة عن روبوت أو آلي صغير يتعرف أو يمشي عن طريق حساسيات للألوان الأحمر والأخضر والأزرق والأسود. يرى القائمون على هذه البرامج بأن التقنية هي المجال الأكبر والأوسع والتي يستطيع من خلالها الأطفال إظهار مواهبهم وقدراتهم، ما قد يساهم في خلق جيل قادر على مواكبة العلم والاستفادة منه مستقبلاً.